وإلى أخبار خليجي 23، حيث أعرب الصربي بوريس بونياك مدرب المنتخب الكويتي عن أسفه لخروج الأزرق من خليجي 23 بالهزيمة أمام نظيره العماني بهدف دون رد. وأكد بونياك أن الوقت لم يسعف الفريق للتجانس وتطبيق أفكار الجهاز الفني، موضحا أنه راضي عن اختياراته في البطولة وسعيد باللاعبين. أكد كرواتي كرونوسلاف يوريسيتش المدير الفني للمنتخب السعودي رضاه التام عما قدمه لاعبو المنتخب خلال مباراتهم مع الإمارات، مشيدا بانضباطية اللاعبين وتطبيقهم لكامل التعليمات طوال مجريات المباراة على الرغم من التعادل السلبي. وشدد مدرب المنتخب على أنه يتطلع للتتويج بلقب خليجي 23، خاصة بعد ارتفاع طموح الفريق بعد الفوز على الكويت في الجولة الأولى والتعادل مع منتخب الإمارات القوي سلبيا. وأشاد المدرب اللاعب نوح الموسى مؤكدا أنه قد يكون له دور كبير مع المنتخب السعودي في مونديال روسيا في منتصف العام المقبل. فاصل قصير ونعود إلى متابعة الأخبار العالمية.